ويشرفني حضوري معكم اليوم في المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السادس للاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد أصبح هذا المؤتمر أحد قنوات التواصل المستمرة مع أبناء الوطن من ذوي الإعاقة، لذا فقد حرصت على تواجدي معكم ومشاركتكم هذا الحدث، وهذا للسنة الثانية على التوالي. فلقد شرفت في العام الماضي في الدورة الخامسة لهذا المؤتمر بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ولقد شملت المبادرة مشروعات في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف وتيسير تقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. ولقد سعدت اليوم سعادة بالغة بما شاهدته من عرض لمشروعات استطاعت أن تتخطى العديد من الحواجز والصعوبات لتحقيق أهدافها في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من متحدي الإعاقة. ولقد أحدث هذا فرقا كبيرا في حياة الكثيرين، وهو ما يعكس اهتماما حقيقيا وعملا جادا من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل استخدام التكنولوجيا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. الحضور الكريم، إن الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية والدولة بكامل هيئاتها ووزاراتها لقضاياكم هو اهتمام غير مسبوق. تبلور في إعلان عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، ولقد بدأنا بالفعل في الإعداد لذلك.